بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية العناد. فلان عنيد في البيت، لا يخضع أبدا ولا يطيع للرأي أبدا، ولو كنت أنت على حق وهو على باطل. عنيد، أهم شيء يسوي لبباله، أهم شيء يمشي لبراسه، وهذا خطأ فادح يدمر الأسرة، يدمر العلاقة الزوجية، يدمر العلاقة الأسرية. كم من أب يعاني من ولد عنيد، كم من أم تعاني من ولد عنيد، كم من زوجة تعاني من زوج عنيد، وزوج يعاني من امرأة عنيدة. فكيف الخلاص من هذه الخصلة التي تدمر النفس وتدمر البيت وتدمر العلاقة الأسرية أو الزوجية؟ كيف؟ أو حتى على مستوى الأصدقاء، سواء في العمل مع المسؤول إلى غير ذلك. يقول آية الله الشيخ البهائي قدست روحه زكية، هذه الصلاة أيضا لقضاء الحوائج، وكذلك تليين قلب العنيد. تليين قلب العنيد، 4 ركعات، كل ركعتين على حدة. تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وآية الكرسي، وبعد الحمد، يعني تعرفون، في الركعة الثانية أيضا بعد الحمد تقرأ هذه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. تقرأ هذه في الركعة الثانية بعد الحمد. عندما تنتهي من الركعتين تقول في الدعاء في القنوت 77 مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لين لي قلب فلان بن فلان، تسمي وتسمي اسم أبوه، كما لينت الحديد لداود وسخرت الريح لسليمان. ويتم الصلاة بعد ذلك، فتستجاب دعوته حتما إن شاء الله تعالى، ويتغير فلان 100%، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء، من العناد إلى اللين، من الكره إلى الحب، من البغض إلى المودة والألفة. إذن 4 ركعات، كل ركعتين على حدة. الركعة الأولى سورة الحمد وآية الكرسي إلى قوله تعالى: وهم فيها خالدون. الركعة الثانية سورة الحمد وقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير وإن والله غفور رحيم. ثم تقول في قنوتك في دعائك في الصلاة، تقول 77 مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لين لي قلب فلان بن فلان، كما لينت الحديد لداود وسخرت الريح لسليمان. ويتم الصلاة أو تتم الصلاة بعد ذلك، فيستجيب الله دعوتك في فلان. هسه سواء فلان كانت لديه يعني علاقات مشبوهة، ربما يشرب الخمر، له علاقات مع النساء، ربما لديه مع الأسف بعض الأخلاق النابية، هذه الصلاة نافعة جدا جدا جدا. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.